بخصوص التحضيرات المتعلقة بالدخول الجامعي. مديرية الخدمات الجامعية ورقلة وعلى غرار باقي مديريات الخدمات والوطن على قدم الوساق لإنجاح هذا الدخول الجامعي. نحن نعلم أن الدخول الجامعي الرسمي يوم 24 سبتمبر، ولكن ارتأينا أن نقدم أو نستقبل الطلبة خاصة الجدد استلام مفاتيح الغرف ولإتمام كل الإجراءات. يعني الطالب أو الطالبة لما يأتي في 24 مباشرة يتجه إلى قاعات الدراسة، يكون تحصل على المفتاح الغرفة، يكون أتمم كل الإجراءات المتعلقة بالخدمات الجامعية. فما ننوه أن هناك أكثر من 8000 طالب هذا السنة الجديد سوف يستفيدون من المنحة الجامعية، إضافة إلى العدد في السنة الماضية. بودي أن أؤكد أن الدخول الجامعي هذا شهد كذلك إضافة جديدة، وهي استفادة الطلبة الجامعيين الخارجيين من خدمة النقل عبر الترام. نحن الآن نتواجد في الإقامة شهيد بن دحمان، نحن الآن نسجل في الخدمات الجامعية والإطعام والإيواء، وصلنا دراسية موفقة إن شاء الله. اليوم جيت نسجل بريمير تخصص علوم وتكنولوجيا. الحمد لله كل شيء كان متوفر، كل شيء كان مليح، وراهم يجابونا في كل شيء، وكل شيء ممتاز، الله يبارك. أي حاجة يسقسوها راهم يجابونا عليها.